بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أحيي الأخ القائد مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية، وأحيي السيدة الرئيسة مريم رجوي المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، كما أترحم على شهداء منظمة مجاهدي خلق والمعارضة الإيرانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون أرواح هؤلاء نوراً يهتدي به الشعب الإيراني نحو الحرية والاستقلال والتخلص من نظام ولاية الفقيه، كما أن تكون هذه الأرواح والدماء الزكية ناراً على جلاديها، على الملالي الذين قتلوا وعذبوا أبناء الشعب الإيراني. في هذه الأيام تمر علينا ذكرى أليمة، ذكرى مجزرة عام 1988، جريمة ضد الإنسانية التي لم يعاقب من ارتكبوها. هذه المجزرة مجزرة إيران الكبرى، أو مجزرة ضرب الحرية بحق السجناء السياسيين الإيرانيين، والتي جرت في صيف عام 1988 بعد انتهاء الحرب مع العراق. تم الكشف عن هذه المجزرة من خلال تسريب صوتي للنائب الأول للمرشد آنذاك حسين علي منتظري، هزت أركان نظام ولاية الفقيه وكشف عن فاشية هذا النظام. ففي التسجيل يحذر منتظري من تداعيات تصفية المعارضة على هذا النحو، ويصف المذبحة بأنها أبشع جريمة ترتكب في عهد هذا النظام، ويحذر أعضاء لجنة الموت بأن التاريخ سوف يسجل هؤلاء في قائمة المجرمين. وقد اعترف أحد القضاة المتورطين في هذه الجريمة علي رازاني بأن الأوامر صدرت إليهم بتصفية هؤلاء المعارضين السياسيين من الخميني شخصيا، فقد جاء في فتوى أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة. وكما ذكر القاضي المذكور، كانت المحاكمات تجري على نحو سريع، استغرقت عدة دقائق في بعض الأحيان، فقد يتم سؤال السجين: هل أنت مرتد أم محارب؟ فيحكم عليه بالإعدام لمجرد ذكر كلمة مجاهدين. وقد تم تنفيذ هذه الفتوى بدءا من تاريخ 22/7/1988 بإعدامهم سريعاً داخل المعتقلات على مدى شهرين من خلال لجنة الموت، التي كانت تصدر الأحكام أحكام الإعدام. وهؤلاء لم يقوموا بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم لدفنهم، ربما دفنوا في أماكن مجهولة أو في مقابر جماعية. لقد قام نظام ولاية الفقيه بارتكاب هذه المذبحة ضد الإنسانية للتغطية على هزيمته الكبرى في العراق، وهذا أكبر دليل على أن المصالح فوق المبادئ، وتؤكد بالدليل القطعي أن الثورة الإسلامية مجرد شعار كاذب يتستر به هذا النظام لتحقيق أطماعه. لا بد من ملاحقة من تورطوا في هذه المذبحة قضائيا وتقديمهم إلى المحاكمات، لأن الكثير منهم لا زالوا في السلطة. يجب أن نعمل جميعا على أن لا يبقوا هؤلاء على سدة الحكم، ويجب أن نعمل على القضاء على إرهاب نظام ولاية الفقيه، وأن نحقق جميعاً، كل العالم أن يحقق آمال الشعب الإيراني في الحرية والاستقلال والتخلص من هذا النظام المستبد. وإن شاء الله قريباً سنحتفل في طهران بالنصر على هذا النظام المستبد بعد تحقيق آمال الشعب الإيراني وتحقيق النظام الذي يسعى إليه، نظام ديمقراطي يعيش بحرية واستقرار ورخاء
وبارك الله فيكم وشكرا والسلام عليكم.